ابدا معاكم من بيراميدز. نبدا من بيراميدز. الاخوه والله العظيم في بيراميدز هم اللي جابوا وجع الدماغ لنفسيهم، وهم اللي خلوا الناس تحفل عليهم. يعني تخيل انت الفرقه انهارت انهيار مش طبيعي في 20 دقيقه. فرقه فاركو كانت فايزه 2-0 وبيراميدز اتعادل بالعافيه وانتهى الشوط الاول 2-2. وفي الشوط الثاني عليك بخير المباراه زي ما انتهى الشوط الاول انتهى الشوط الثاني وخلصت 2-2. انت تعرف ان كده الاهلي اعد له 7 بونط من كل مبارياته يبقى بطل الدوري. ما هو انت كل ما بينزف بيراميدز كل ما العمليه في النمليه وتخرم وتبقى ملوخيه على طول كده. كل ما تخرم تبقى في الملوخيه. النهارده نقطتين نزفهم الاخ بيراميدز وخسر بهم سباقا مهم نحو الدوري. يعني بسألكم ده الطبيعي؟ هتقولوا لي ده الطبيعي لان الاهلي سيد الشغلانه وعم الشغلانه وبابا الشغلانه وراجل الشغلانه وكبير الشغلانه ومفيش حد يقدر ينافس. قلنا كده راح قال لك انتوا مش عايزين حد ينافس الاهلي، انتوا عايزين تدمروا اي حد، انتوا مش عارف. طب تخيل انت يا مؤمن، تخيل حتى فاركو بيحفل على بيراميدز. فاركو بيحفل على بيراميدز. بص الصفحه الرسميه، الصفحه الرسميه النادي فاركو، شوف كاتب ايه. والله العظيم عيب. والله العظيم بص 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 كاتبين ايه الصفحه الرسميه، الصفحة الرسمية لفاركو كاتبين ايه؟ خروجك من الإسكندرية بنقطة أمر جيد لك. بيقولوا لبيراميدز أهو 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 خروجك من الإسكندرية أمر جيد لك بالتعادل. خروجك بنقطة من الإسكندرية أمر جيد لك. لو المهم ايه يا جماعة؟ بيراميدز بقى رغم التحفيل، صباح الفل، رغم التحفيل يا جماعة اللي شغال عليهم من فاركو مش من حد تاني، رايحين يشتغلوا لك ايه في دور المظلومية؟ مش عارف في ايه النهاردة 2-2 وتخيل انت منافس فايز 14 مباراة متتالية، جيت عند الاهلي اتغلبت رايح جاي، خسرت 10 نقاط في 15 يوم. 6 من الاهلي خدك رايح جاي، ونقطتين من الزمالك، ونقطتين من فاركو. 10 نقاط في 15 يوم، طب تنافس ازاي؟ يعني عايز اعرف انت تنافس ازاي؟ حتى احمد زاهر الاداري ده بتاع بيراميدز طالع يا جماعة يقول لك المظلومية ومش عارف ايه، ونقول حاضر ايه، ونقول حاضر ايه، وقاعد يسمي حاجات كله ده لا يعنيني. ولكن انك تبقى مدير اداري مش عارف لوايح فدي كارثة. لانه بيقول ايه؟ بيقول ابراهيم عادل خدته مني رغم ان انا امتلك ما ودهوش وقلت حاضر. هو بيقول كده ازاي تمتلك ما تودوش؟ مش عارف. يعني انت تمتلك ما توديش حد فوق السن زي ما الاهلي عمل مع عبد المنعم وعاشور، واخد بال حضرتك؟ لكن لا تمتلك انك انت ما توديش ابراهيم عادل، لان ابراهيم عادل في السن بتاع المنتخب الاولمبي، وطبقا للوائح انت لا تمتلك انك ما تودوش، ما عندكش خيارات زي الأربعة اللي تحت السن في النادي الأهلي. فللأسف الشديد يا جماعة احنا بقينا قدام إعلام مضلل وناس بتطلع مش فاهمة لوايح وناس غلبانة بتصدقها.
يا راجل تنجم بتاع بيراميدز اللي فيه شك تسلل ده، انا مش عارف اتحسب ازاي. عارف ده لو في الاهلي كانوا اقاموا الدنيا ولم يقعدوها، لو في مباراة للاهلي والاهلي اللي جاب الجول ده بالطريقة دي، زي ما امبارح الدنيا كلها مولعة على ركلة جزاء الاهلي قدام سيراميكا، وركلة الجزاء صحيحة مليون في المية، صحيحة مليون في المية. ولما جبنا اللقطات وجبنا الصور اتأكدنا ان المدافع دايس على رجل لاعب النادي الاهلي وركلة جزاء صحيحة. يا راجل ده النهاردة بيراميدز واحد صاحبي الزملكاوي، مش عارف انا ايه علاقة الزمالك بالموضوع، يعني انا نفسي اعرف ايه علاقة الزمالك بالموضوع يا جماعة. داخل في الحسبة بتاع بيراميدز بيدفع باستماتة، ايه دخل الزمالك بالموضوع؟ انا مش عارف والله العظيم ما عارف، يعني انا نفسي اعرف ايه دخل الزمالك بالموضوع، مش عارف. النهاردة بعت رسالة يقول لي شفت يا عم عبد الناصر الاهلي ما كانش عايز ابراهيم عادل يلعب ليه؟ يا عم طب انت مالك؟ عم محمد مرسي من نيوجيرسي بعت لي بيقول لي شفت بقى الاهلي كان مش عايز الواد ليه يلعب، وكان بيحارب انه يبعد ابراهيم عادل. قلت له طب يا عم محمد يعني طب ايه علاقه الدبده؟ يعني هو ابراهيم عادل لو لعب كان الاهلي مش هيغلب؟ مش عارف ايه المبرر يعني. بس انا نفسي اسال سؤال اخواتي الاعزاء واصحابي يا محمد بيه، ايه علاقتهم بالموضوع؟ يعني هل معاكم توكيل نيابه عن بيراميدز؟ والنجوم بتوع الزمالك ومحللين الزمالك مصدعين في الفضائيات، ايه علاقتكم ببيراميدز يا جماعه؟ يعني والله العظيم سؤال بريء جدا جدا جدا، ايه علاقتكم ببيراميدز يا جماعه؟ انت دلوقتي اللي بيتكلم عن بيراميدز بيشتموه الزملكاويه. يعني انا النهارده بقول لك بيراميدز اتغلب يا رجاله، لان التعادل زي الهزيمه قدام فاركو، تلاقي الزملكاويه اللي بيشتموك. يعني تلاقي الزملكاويه هم اللي بيشتموك. طيب بيراميدز اتعادل يا رجاله الزملكاويه يشتموك. بيراميدز اتحفل عليه الزملكاويه اللي يشتموك. بيراميدز خسر 10 نقاط برضه كذلك الامر. يعني انا مش عارف بصراحه. اخواننا الزملكاويه داخلين في معركه من اجل بيراميدز ليه؟ بص سيبك من الاونطه بتاعت ايه؟ اصلي عايزين نقلل الفارق بتاع الدوري عن الزمالك، سيبك من الاونطه دي. دي بتتحسب في لغه العوام الغلابه اللي زي حالاتي وحالاتكم، حقد، كراهيه، سواد. والله العظيم يا خالد يا توفيق، واسال مسعد الجنتل انت مالك ومال الحدوته؟ طب اهو يا عيني ما رفعش راسك في اي حاجه، خدوا الاهلي رايح جاي وتحفل عليك انت وهو، وانت رحت متعادل معاه ووقفته دور اول ودور تاني. حاجه غريبه غربانه مش غريبه، غربانه الغرابه المتغربره. وتعادل مع فاركو، يا راجل تتعادل مع فاركو، يا راجل تتعادل مع فاركو. انا بقول له واحد صاحبي زملكاوي هي، بقول له يا عم انت ما بتتعبش، قاعدين تلبس كل التيشيرتات اللي في الدنيا للناس اللي بتلاعب الاهلي، اي حد ضد الاهلي تروح لابس التيشيرت وتشجعه ويتغلب. طب ما تجرب مره ما تشجعش يا اخي. يعني انا على فكره انا بضحك مع اصحابي الزملكاويه، بقول له يا عم انتوا الدولاب بتاعك في تيشيرت سان داونز وتيشيرت الترجي وتيشيرت الوداد وتيشيرت، يعني ما سبتش تيشيرت ما لبستهوش، واديك له في الاخر لبست بيراميدز، لبست بيراميدز، لبست تيشيرت ولبست فرقه الاثنين وخذلك. طب بتعمل ايه يا راجل يا مؤمن؟ تا المحترم خالد الغدور ملقيش حاجه في دنياته. طبعا الزمالك عمي وفوق دماغي
هو في حد يقدر يغلط في الزمالك يا ابني؟ الزمالك عمي وتاج راسي. بس انا برضه عايز افهم، انت ايه دخلك ببيراميدز؟ يعني انا بقول لك الزمالك عمي وعمك وعم ابوك واعظم نادي في الكون، ومحدش يقدر يقلل من الزمالك ولا يقلل من جمهور الزمالك. بس انت ايه علاقتك ببيراميدز؟ سؤال والله، ايه علاقتك ببيراميدز يا راجل؟ ده الكابتن خالد الغندور ملقيش حاجه في دنياته يعملها؟ قال لك ايه؟ اتبعته خالد الغندور؟ كابتن خالد الغندور والله العظيم هنجري من الضحك. قال لك محدش يقول ان كولر حقق 17 انتصار متتالي، هم 16، لان الزمالك انسحب ولا تحسب النتائج بتاعت الانسحاب. انا ده كله مش هاممني، انا مبسوط جدا بكلمة انه قال الزمالك انسحب، لانه قبل كده قال لك ما انسحبش، تعتذر. قلنا له دي لائحة ام ترتر بتاعت اعتذر، لان المادة بتقول انسحاب مفيش اعتذار. اعتذار ده حد عنده مغص، حد عنده صداع، حد لا قدر الله عيان. يعني مال ده ومال ده. قال لك لا، لم يحقق كولر انجاز جوزيه بعد، نقص مباراه، لانه ما فازش 17 مباراه، تفاز 16 عشان الزمالك ما لعبش انسحب. وما ينفعش تحسب النتيجه الاعتباريه. طب انتوا زعلانين مني، انتوا حاطين الاهلي في جمله مفيده ليا في كل حاجه. الأهلاوية بيتكلموا عن بعض، انت حاطط نفسك في جملة مفيدة ليها. ما تقولش منافس التقليدي، ولا انت يا غريمي، ما هو انت مش طرف في المنافسة عشان تبقى انها السنة دي تقليدي ولا غريمي. انت السنة دي اوت اوف منافسة، بره الحسبة تماما، بخ والبخ داخل في الحدوتة ليه؟ والغريبة ايه؟ شغالين يشكوا لك لقوب الارض. عبد الناصر زيدان، ابعدوا عننا عبد الناصر زيدان، حشوا عبد الناصر زيدان. طب يعني طب انت اللي بتتدخل ليه؟ ده انا كل ما افتح يا جماعه فيديو او اتفرج على برنامج علي صديق زملكاوي او نجم زملكاوي ما وراهوش غير بيراميدز والدفاع عن بيراميدز. وكان يا عم ده الاهلي خدوا رايح جاي. طب اعمل لك ايه؟ يا عم انت بتمرد مش 3-2-1-0، يعني نعمل ايه طيب؟ ايه الحل يعني؟ نلغي النتائج دي من السجلات؟ لو عايزين نلغيها من السجلات نلغيها من السجلات. ده الراجل يا جماعه المدير الفني البيراميدز تحس انه من بعد مباراه الاهلي بيفكر يبطل تدريب، اتعقد. قال لك ايه الفرقه السوداء اللي احنا قابلناها دي؟ ايه الفرقة السوداء اللي احنا قابلناها دي يا جماعة؟ ايه اليوم الاسود اللي قابل من اول ما قابلنا الاهلي وهي بتكر؟ الراجل نزل انتصارات، 4 مباريات خد 2 هزايم و2 تعادلات. الراجل عايز يرجع لذاكرة الانتصارات قبل الموسم ما يخلص. يعني ده انا عايز اقول لاخواتي الزملكاوية، طبعا كان ما يزعلوش مني، نخش فرحان خروف جديد ان الدوري بيراميدز اللي هيديه للاهلي. اه والله، مش النهارده بيراميدز خسر 2، الاهلي عايز 7. الماتش الجاي بيراميدز هيتغلب، يبقى الاهلي عايز 4. اللي بعديه هيتعادل، يبقى الاهلي عايز 2. اللي بعديه هيتعادل، الاهلي خد الدوري. يعني أنا مش فاهم والله العظيم. عدت صراحة سلميني على بابا آدم جدا. أه والله العظيم يا جماعة. أنت مهموم بالأهلي وانتصاراته والفرقة قاعدة تخر نقاط مخرومة. يعني خلي بالك. Yeah.
انا حاسس ان الراجل كولر ما فاتش على بيراميدز رايح جاي، ده خرم الصندوق. والله العظيم شر البلية ما يتعب ليا كم يوم ما تعبني. والله العظيم تحس ان الراجل قاعدين يلموا نقاط يلموا نقاط يلموا نقاط. وفي الاخر الراجل بص راح خارم الزكيمه بتاعت النقاط، خرم شوال النقاط، ماشيين ينقطوا نقط 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 لغايه ما هم واللي بيشجعهم جات لهم نقطه من كتر النقط اللي بتنزل على الارض. طيب النهارده ايه علاقه الله العظيم يا مخي يا مخي لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير. بيه الراجل أبو نقطة. واللي بيشجعه دلوقتي بيقول له يا نقطني تجدني. والله العظيم بدل ما يقول له سلفني فلوس معذور يقول له سلفني نقطة للسنة الجاية. الراجل ماشي خر ينقب، طب هنعمل ايه؟ والله العظيم اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حاضر، كل اللي طالب يدخل معانا من ال من ال من التيك توك هدخلكم، بس انا عايز افهم يعني الا ذلك يجعلك تضحك تبتسم ابتساما. استنى انا بدور على تصريحات الراجل المدير الفني بتاع ال بتاع بيراميدز، شكله خلع وهرب ما اتكلمش، ما مش انا نفسي افتكر اسمه بنساه، بتاع كرواتيا ده ولا صربيا. والله العظيم انا عايز اعرف هو قال ايه بعد المباراه، ولا موقع كاتب لي ايليا ولا موقع كاتب ايليا. تخيل الراجل يعني خسر النقطتين وروح في صمت. اه والله العظيم اهو كل ما ادخل على موقع ما انا ما تابعتش ادور الراجل قال ايه مش لاقي اهو، كل ما ادخل على موقع مش لاقي الراجل يد انه برضه هو التاني نقر فكره الكوره. اه والله العظيم كل مباراه يروح مديله ازازتين ميه معدنيه بعد المباراه وهو قاعد، ايه اللي حصل لي يا ربي؟ ايه اليوم الاسود اللي قابلت فيه كولر ده؟ ايه اليوم الاسود اللي قابلت فيه الاهلي ده؟ ما انا كنت ماشي ما انا كنت ماشي وفي حالي، يا رب ايه بس اللي جرالي؟ ايه اللي رماني قدام القطر يا جماعه؟ ده بيدسني تكلني.